السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة، إن شاء الله بإذن الله النهاردة يكون موجود معانا منحة ممتازة جدا، بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها أحب أوضح إن إحنا عرضنا فرص ومنح كتيرة جدا سابقة، ودي القناة بتاعتنا تلاقوا عليها منح كتيرة جدا، منح موجودة في اليابان، في كوريا الجنوبية، تايوان، فرنسا، أمريكا، ودول كتيرة جدا مختلفة، بالإضافة كمان كنا عرضنا سلسلة فرص التطوع والسفر إلى الخارج، وكنا عرضنا بعض المواقع اللي من خلالها تقدر تلاقي فرصة عمل بكل سهولة. وكنا كمان عرضنا فرصة التقديم والقبول فيها حصريا عن طريق قناتنا، وهي كانت فرصة تطوع في فيتنام شاملة معظم التكاليف، وتم إعلان الفائزين في هذه الفرصة، وإن شاء الله بإذن الله يكون موجود معانا فرص جاية كتير التقديم والقبول فيها حصريا عن طريق قناتنا. وكنا أعلنا عن خدمة، وهي خدمة المساعدة في التقديم لأي فرصة ومنحة أنت عايزها، تقدر تقدم من خلالنا بشكل احترافي أو تقدم بنفسك باتباع شرح الفيديوهات الموجودة على القناة. وعشان توصلك اي حاجه جديده من القناه بتاعتنا يا ريت تعمل سبسكرايب وتضغط على الجرس الصغير ده عشان كل فرص توصلك بسهوله. وحابب انوه كمان ان جميع رابط جروباتنا على الواتساب وجروبنا على الفيسبوك ورابط التقديم الخاصه بالمنحه اللي هنتكلم عليها النهارده هتلاقيها موجوده في صندوق الوصف اسفل الفيديو. طيب خلينا نتكلم عن منحه النهارده، وهي منحه ممتازه جدا صراحه، هي منحه الجامعه القاسميه. طبعا انا ما عملتش مقال باللغه العربيه على المنحه دي لانها اصلا منحه في دولة عربية في دولة الإمارات، هي منحة الجامعة القاسمية. المنحة دي متاحة لدرجة البكالوريوس فقط، يعني لو حضرتك عايز تدرس درجة الماجستير أو الدكتوراه غير متاح في المنحة دي، هي متاحة فقط للناس اللي عايز تدرس الليسانس أو البكالوريوس، تمام كده؟ طيب خلينا نتكلم أول حاجة، الجامعة دي بتضم كليات إيه؟ إيه الكليات المتاحة في المنحة دي؟ هنا أنا عندي حوالي أربع كليات متاحة فقط في المنحة دي، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، كلية الاقتصاد والإدارة، وكلية الاتصال، تمام؟ دي أربع كليات فقط هي المتاحة في المنحة دي، مش متاح فيها أي تخصصات علمية. طيب ده بقى الموقع الرسمي للجامعة نفسه، ودي الصفحة الرسمية اللي اسمها المنح الدراسية، بيتكلموا هنا عن المنحة بشكل عام. أول حاجة هنا تعال نتكلم عن التمويل، منحة الجامعة القاسمية دي بتوفر لك إيه؟ بتوفر لك مرتب شهري، تمام؟ هيكون فيه مكافأة شهرية الجامعة اللي بتحددها، الجامعه ما قالتش هتديك مكافاه كام، ولكن في مرتب شهري هتاخده هم اللي هيحددوها، هتكون يعني هيكون مرتب كافي جدا. كمان بيتم صرف زي مكافاه شهريه كده خلال الفصل الصيفي، يعني كل فصل صيفي انت هتاخد مكافاه شهريه غير مرتبك الشهري، تمام. وبيقول لك الدراسه اجباريه في الفصل الصيفي، يعني لازم يتم الدراسه بشكل انتظامي. كمان يستحق طالب المنحة الدراسة تذكرة سفر واحدة ذهابا وعودة، يعني هتاخد كمان تذاكر الطيران ذهاب وعودة على حساب المنحة. بالإضافة كمان هتتكفل الجامعة بكافة إجراءات الإقامة واستخراج بطاقات الهوية للطلبة، يعني إقامتك في الإمارات هتكون بالكامل على حساب المنحة، من حيث الفيزا بتاعتك، من حيث كل هذه الأشياء هم يتكفلوا لك بيها. الجامعة دي كمان هتوفر لك تأمين صحي لا قدر الله لو حدث مرض أو حادث في المنحة دي، هم هيتكفلوا لك بكل مصاريف العلاج. كمان الجامعه دي هتوفر لك سكن مناسب ليك، تمام؟ يبقى بجانب المكافاه الشهريه وبجانب التامين وتذاكر الطيران هيكون في كمان سكن على حساب الجامعه. كمان هتوفر لك وسائل النقل داخل الحرم الجامعي فقط، يعني وسائل التنقل في المنطقه المحيطه بالجامعه كمان هتكون على حسابه. وهنا بيقول لك ان يمنح الطالب تذكره سفر ذهاب فقط الى بلده بعد التخرج، يعني بعد التخرج هيكون متاح لك اللي هي تذكره العوده لبلدك. ده بالنسبه للتمويل اللي بتشمله المنحه. وهنا بيشرح لك ضوابط استمراريه المنحه، يعني لو انت بقى يعني هتكون طالب ممتاز، ايه المطلوب منك وايه الاشياء اللي انت لازم تعملها. بيقول لك ان المعدل التراكمي بتاعك ما يقلش عن 70%، ودي طبعا حاجه بسيطه، تلتزم بقوانين الجامعه ما الى ذلك، يعني اهم حاجه تلتزم بقوانين الجامعه، المعدل التراكمي بتاعك في كل فصل دراسي ما يقلش عن 70%. ده بالنسبه للشروط والتمويل بتاعه المنحه. طيب خلينا كده نتعرف على شروط القبول، هتيجي تضغط على الجزء ده عشان تعرف الشروط اللي بتفرضها المنحه واللي لازم تتبعها، ايه الاشياء اللي موضحها المنحه ومين اللي مؤهلين للتقديم في المنحه دي، تمام. اول حاجه بيقول لك الناس اللي عندها الثانويه العامه بمعدل 75% دول المؤهلين، تمام كده. وطبعا هتلاقي هنا بعض التفاصيل الاخرى، وبيقول لك يسمح للطلبه الحاصلين على الشهاده الثانويه التجاريه بمعدل 80% او اعلى من مدارس او معاهد معترف بها التقدم للالتحاق بكليه الاقتصاد والاداره، يعني عشان تلتحق بكليه الاقتصاد والتجاره لازم يكون معدلك 80% واعلى.
ولازم يكون معاك شهادة الثانوية العامة بمرحلة 3 سنوات، يعني لازم ما تكونش أخدت الثانوية العامة في سنتين أو سنة واحدة، يعني تكون 3 سنوات، اللي هي سنة أولى ثانوي، تانية ثانوي، تالتة ثانوي، هكذا. ده بالنسبة هنا. وبيقول لك كمان في بعض الشروط الأخرى، لو حضرتك هتتقدم لكلية الاقتصاد والإدارة لازم يكون معاك آيلتس أو تويفل، والدرجة المطلوبة هنا درجة بسيطة جدا، مطلوب منك 5 اللي هي في الآيلتس، تمام، أو 500 في التويفل بي بي تي، ودي طبعا درجة بسيطة جدا سهلة جدا. ولو هتتقدم لكلية الاتصال يبقى لازم يكون معاك 4.5 في الآيلتس، طبعا درجة بسيطة جدا وأي حد ممكن يقدر يجيبها. وأما بالنسبة لكلية الشريعة بقى والدراسات الإسلامية مش طالبين فيها أي حاجة متعلقة بالآيلتس ولا التويفل. ولازم يكون سن المتقدم لا يزيد عن 20 سنة، لازم ما تكونش معدي سن ال20 سنة، تمام. ده بالنسبة للمتقدمين للمنحة. دي كده بعض الشروط والمؤهلات اللي لازم تكون متوفرة في الشخص اللي لازم يتقدم للمنحة. هنا بقى بيقول لك عن المستندات المطلوبة، ايه المطلوب منك هنا؟ بيقول لك طبعا شهادة الثانوية العامة الأصلية، يعني تاخد صورة أصلية ليها، تمام، وتجيب كشف الدرجات بتاعتك اللي بيحتوي على كل المواد اللي انت درستها في الصف الأول الثانوي، الثاني الثانوي، الثالث الثانوي، تمام. وكل الأوراق دي تقوم بتصديقها من وزارة التربية والتعليم الموجودة في بلدك، واي شهادات اجنبيه عندك تقوم بترجمتها للغه العربيه. هم عايزين الشهادات باللغه العربيه، يعني الناس اللي هتيجي هنا تقول لي هو احنا لازم نقدم الاوراق باللغه الانجليزيه، لا، لو عندك الاوراق باللغه العربيه هتقدمها زي ما هي، ولو عندك اي شهاده باللغه الانجليزيه يبقى لازم تترجمها للغه العربيه، تمام. وبيقول لك كمان لازم تترجم جواز السفر الى اللغه العربيه، وتكون الطلب بتاعك مستوفي لجميع الاوراق دي المطلوبه. ولو عندك طبعا الايلتس او التويفل لازم تضيف الشهادات دي، وتجيب عدد 12 صوره شخصيه حديثه، وشهاده عن حسن السير والسلوك تجيبها من بلدك، دي طبعا تقدر تستخرجها من اي جهه رسميه حكوميه موجوده في بلدك، اسمها شهاده حسن السير والسلوك، بتثبت ان انت مواطن صالح في بلدك وانك لم ترتكب اي جرم، تمام. وصوره عن شهاده الميلاد، وصوره لياقه صحيه صادره من اي مستشفى بتثبت خلوك من الامراض. يعني دي بالنسبة للأوراق المطلوب. كده اتعرفنا على الشروط، اتعرفنا على المنحة الدراسية وإيه التمويل بتاعها. تعالى نتعرف دلوقتي على كيفية التقديم للمنحة دي. هتيجي تضغط على كيفية التقديم عشان يدخلك للجزء الخاص بالتقديم وملي أبلكيشن المنحة. ملي أبلكيشن المنحة مش صعب، بسيط، تمام. وعايز أنوه كمان إن المنحة دي بقى فيها حاجة ممتازة جدا، إن حضرتك لما بتقدم للمنحة بيجي لك بعد 3 ايام او اسبوع بحد اقصى نتيجه الابلكيشن بتاعك، اتقبلت او اترفضت، مش هتستنى بقى شهر ولا شهرين وتقعد بقى كتير، لا، انت بعد 3 ايام من عمليه التقديم بتاعتك او اسبوع على الاكتر بيجي لك يا طلبك اترفض يا طلبك اتقبل. فبيقول لك الحاله الاولى، يعني عشان تبدا كيفيه التقديم، اول حاجه لازم تسجل الاول في الموقع، تمام، لازم تقدم الاول للجامعه. والتقديم للجامعه بسيط، هتيجي تضغط على كلمه سجل الان اللي هي هتلاقيها موجوده هنا في الخطوة الثانية. بيقول لك هنا في الخطوة الأولى لازم تقرأ الشروط كلها، الخطوة الأولى المستندات المطلوبة زي ما كنا شرحناها، كل المستندات دي. بعد كده لما تتعرف على كل المستندات المطلوبة تيجي في الخطوة الثانية وتعبي النموذج، تمام؟ يبقى تيجي تضغط على سجل الآن دي. والخطوة الثالثة بسيطة، هي اللي بيشرح لك فيها بقى إن طلبك هيتم الرد عليه خلال 3 أيام عمل أو أسبوع كحد أقصى، سواء بالقبول أو الرفض. ولو اتقبلت حضرتك بترسل كل أوراقك بالبريد للجامعة بقى، خلاص أنت كده مليت أونلاين. لو اتقبلت خلاص انت هتبعت اوراقك للجامعه عشان تاكد خلاص انك هتبدا دراسه في المنحه. طيب خلينا بقى الخطوه هنا المفروض تتعمل عشان انت تقدم للجامعه، هي الخطوه الثانيه اللي هي كلمه سجل الان. تروح وتضغط على كلمه سجل الان دي عشان تملى ابلكيشن المنحه. والابلكيشن بسيط جدا جدا جدا، ما فيهوش اي مشكله ولا اي حاجه صعبه، تتبع كل الارشادات وكل المطلوب منك في المنحه، وان شاء الله باذن الله هتخلص الابلكيشن بشكل كويس. اول حاجه هنا بيقول لك السكشن الاول، هم مقسمين على 7 سكشنز. اول حاجه بيقول لك التعليمات، يعني لازم ترفق الملفات بتاعتك بصيغه جي بي جي، تمام، اي حاجه محطوط عليها علامه النجمه تبقى حاجه الزاميه ولازم تملاها. تاني حاجه بقى، خلاص التعليمات دي حاجه انت بتقراها بس. تاني حاجه بقى البرامج، تيجي تضغط على كلمه البرامج دي هنا. وفي البرامج دي هنا تيجي بتضغط على العام الدراسي، حضرتك عايز تبدا في اي عام دراسي، 2020 2021، خلاص انا عايز ابدا في ده. وعايز اوضح لكم كمان ان المنحه دي ما ذكروش فيها اخر ميعاد لانتهاء المنحه امتى، لانها عباره عن تقديم للجامعه نفسه، فبالتالي ما فيش موعد انتهاء للمنحه، هي متاحه للفصل اللي انت عايز تدرس فيه، تمام، ما فيش موعد انتهاء للمنحه.
فانا مثلا بختار العام الدراسي اللي إن انا عايز ابدا فيه وانا بختار البرنامج. عندك متاح ليك انك تحدد هنا الرغبه الاولى والتخصص والرغبه الثانيه، عندك هنا بحد اقصى 3 رغبات تحدده، والرغبه الاولى هي اللي بتبقى الحاجه اللي انت عايزها يعني خلاص دي اللي انت عايز تقدم ليها، وتبدا بعد كده تضيف الثانيه والثالثه. تحدد بقى هنا كليه الاتصال، الاقتصاد والاداره، الشريعه والدراسات الاسلاميه، القران الكريم، الاداب والعلوم الانسانيه، بتختار الكليه اللي انت عايزها، تختار التخصص. تمام، مثلا انا اخترت الاتصال، هيظهر لي بعد كده الخانه بتاعه التخصص تحتها، مثلا بكالوريوس الاداب في الاعلام، فتختار دي هكذا. تمام كده، وتختار الرغبه الثانيه والثالثه بنفس التنسيق ده. بعد كده ثالث حاجه اللي هي البيانات الشخصيه بتاعتك، بتكتب اسمك كاملا باللغه الانجليزيه هنا زي الباسبور، وكامل باللغه العربيه هنا، والجنسيه بتاعتك بتختار جنسيتك ايه. وبعد كده بتخش على السكشن الباب، او لسه هنا في السكشن ده لسه فيه بعض البيانات اللي هي رقم جواز السفر بتكتبه، مكان اصدار الجواز، رقم الهويه الوطنيه الخاصه ببلدك. تمام، اللي انت مثلا مصري فبتحط رقم البطاقه بتاعتك هنا، مغربي بتحط رقم برضو الهويه هنا، ودي طبعا بتسيبها فارغه للاماراتيين بس، يعني الناس اللي من الامارات هم اللي بيحطوا البيانات دي. بتكتب تاريخ ميلادك، مكان الميلاد، تمام، تكتب الجندر بتاعك، تكتب الديانه مسلم او غير مسلم، الحاله الاجتماعيه بتاعتك ايه. تمام، وهنا بقى صوره عن جواز السفر. هنا بقى بعض البيانات اللي لازم يتم وضعها وبعض الاوراق اللي لازم يتم وضعها. حضرتك لازم تحمل هنا صوره عن جواز السفر بتاعك، تضغط على الجزء ده وهنا داونلود دي عشان تحمل صوره جواز السفر بتاعتك مطلوبه بشكل الزامي. صوره شخصيه حديثه بمقياس 3x4 بخلفيه بيضاء تحطها هنا، صوره شهاده الميلاد هنا، دي اوراق اضافيه، صوره من الاقامه الاماراتيه لو انت شخص موجود في الامارات بتحمل الاقامه بتاعتك، صوره عن الهويه الاماراتيه من الجهتين الاماميه والخلفيه لمقيمين دوله الامارات. تمام، يبقى الاثنين دول للناس اللي موجودين في الامارات فقط، والثلاثة دول متاحة للجميع، اللي مقيم في الامارات واللي مقيم خارج الامارات. لو انت مش مقيم في الامارات يبقى الاثنين اللي تحت دول مالكش دعوه بيهم. تمام كده، بعد كده بيجي لك على بيانات العائله، اسم الكامل لولي الامر، ديانه ولي الامر، اسم الام، ديانه الام، هل انت موظف. تمام، وبتجاوب على الاسئله دي. بعد كده بتضغط على سيكشن 4 اللي هي معلومات الاتصال عشان الجامعه تتواصل معاك. تتواصل ازاي او ايه البلد اللي انت موجود فيها حاليا؟ بتحدد بلد الاقامه بتاعتك اللي انت موجود فيها حاليا، المدينه اللي انت قاعد فيها، صندوق البريد بتاعك، تمام، اللي هو البوستال كود، البريد الالكتروني بتكتبه، بتكتب رقم تليفونك وما الى ذلك، تحط البيانات الاضافيه دي. بعد كده بتختار حاجه اسمها المؤهلات، سيكشن 5 اللي هي المؤهلات بتاعتك، ايه الحاجه اللي انت خلصتها سابقا عشان تدرس بيها البكالوريوس؟ انا مخلص ثانويه عامه. طيب، خلصت ثانويه عامه مدرسه حكوميه ولا خاص ولا شبه خاص ولا اخرى؟ فانا مثلا خلصت حكومي، تختار نظام الثانويه العامه بتاعتك، كنت نظام ايه؟ نظام فرنسي ولا نظام امريكي ولا نظام التربيه والتعليم العاديه ولا ايه بالظبط؟ تختار النظام اللي انت كنت بتتبعه. تمام، وتختار معدل الدرجات بتاعك، كانت درجات من كام بالظبط، تختار كنت علمي ولا ادبي، تختار اسم المدرسه وبتكتب اسم المدرسه هنا، والدولة اللي انت حصلت منها على الشهادة، والمدينة، ولغة الدراسة اللي كنت بتدرس بيها ايه. وبعد كده بتيجي هنا للسكشن ده اللي هو وضع الاوراق بتاعتك اللي هي صورة شهادة الثانوية الاصلية، بعد كده كشف الدرجات لسنة اولى ثانوي اللي احنا بنسميها مثلا لو في مصر بنقول مثلا اولى ثانوي، لو في المغرب مثلا سنة اولى بكالوريا مثلا. تمام، فانت بتيجي بتحطها هنا، كشف الدرجات للصف الحادي عشر اللي هو السنة الثانية الثانوية العامة، السنة الثالثة اللي هي الصف الثاني عشر وما الى ذلك. تمام، بعد كده بيقول لك شهادات اخرى، لو معاك اي شهادات اخرى اضافيه زي دبلوم اخدته او اي حاجه بتحط بياناته هنا. تمام، دي الشهادات الاضافيه. بعد كده بتخش على السكشن اللي بعده، سكشن 6 اللي هو في اللغات، ايه اللغات اللي انت بتتكلمها؟ بتختار مثلا عربي. تمام، لو اخترت اللغه العربيه بيظهر لك مثلا اتقان اللغه قوي ولا جيد جدا ولا جيد ولا متوسط، فبتختار مقدرتك في اللغه. بيقول لك بقى هنا مستندات اخرى اللي هو السكشن 7، مستندات اخرى لازم يتم وضعها. ايه هي المستندات الاخرى؟ زي ما كنا وضحنا صوره شهاد حسن السير والسلوك اللي هي بتثبت ان انت لم ترتكب اي جرم بتحطها هنا، شهاده صحيه من اي مستشفى بتثبت انك خالي من الامراض. بعد كده وثيقه التعارف لجميع الطلبه، بيقول لك في وثيقه انت لازم تحملها وتملاها، ايه هي الوثيقه دي؟ هي دي، هتضغط على كلمه تحميل عشان تحمل الوثيقه، هتظهر لك في شكل ملف وورد. تمام، هتكون بالشكل ده، انت مطلوب منك انك تملا البيانات دي كلها المطلوبه منك هنا. تمام كده، في وثيقه ثانيه اللي بعده، نموذج موافقه اداريه للطلبه غير المقيمين في دوله الامارات، هتضغط على كلمه تحميل للملف، الملف هيفتح معاك بالشكل ده. تمام، فبرضه تملا البيانات المطلوبه في الملف ده وتحط صوره شخصيه ليك هنا.
تمام كده. بعد كده بقى لما بتحط كل ده بتضغط على كلمة وافق وافق وافق، وبتضغط على كلمة ارسال، وبقى انت كده قدمت للمنحة بنجاح. تمام. طبعا زي ما كنا وضحنا، المنحة دي ميزتها ان الطلب بتاعك بياخد 3 ايام او اسبوع كحد اقصى، وبيقول لك انت اتقبلت ولا اترفضت. كمان الابليكيشن ما فيهوش رسوم، مش هتدفع اي رسوم عشان تقدم للمنحة، يعني حاجة بسيطة وحاجة سهلة جدا. منحة مميزة كمان تشمل كل حاجة، مرتب، تذاكر طيران، كل شيء على حساب المنحة. وطبعا مفيش حد يعني مفيش ميعاد معين للديدلاين، فمتاح انك تقدم اي وقت. فان شاء الله باذن الله يكون الخير ويكون القبول ليكم في المنحه دي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.